منهج المدرسة الإباضية هل تختلف؟ أولا وقبل كل شيء سؤال وأجيب عنه، ربما أسأل عنه لكن يعني كما يقال أتغدى بالأخوة قبل أن يتعشون بي، أن يتعشوا بي. لماذا يعني المدرسة الإباضية تعتبر مقارنة بالأخوة الشيعة والسنة يعني، وإن كان هذا كثير وغيره مما ذكرناه قليل، لماذا؟ طبعا هم المدرسة الإباضية اهتمت بالناحية الفقهية كثيرا، في بعض الكتب مثل قاموس الشريعة 90 مجلد، عندك بيان الشرح 70 مجلد، وبعض الكتب 50 مجلد 20 مجلد، اهتموا بالناحية الفقهية وإبراز العقائد والفقه، وضمنوا التفسير، ضمنوا تفسير الآيات يعني اللي تنفع الناس من ناحية عملية، وأيضا أنها لا تختلف عن المدارس الأخرى في التفسير اللهم في آيات يعني مثل الرؤية وقضية الوعد والوعيد وقضايا خلق القرآن، كم من مسألة يعني ثلاث أربع مسائل تعد على الأصابع من ناحية العقلية، والناحية الفقهية قريبين من يعني من المدارس الأخرى، لا يفترقون معهم في شيء، فلذلك هم يعني أكثر كانوا ما يطالعون في كتاب الكشاف وأبو السعود وغيره من كتب التفسير. الناحية العلم يعني طريقتهم لا تختلف كثير عن المدارس الأخرى من حيث يعني المنهج يبدأ بالآية أولا ثم بالناحية اللغوية وأسباب النزول والقراءات وما إليه، ثم يفسر الآية ثم يذكر الفوائد منها وهكذا. تفاسير الإباضية بعضها ينحي ناحية علمية، تفسير كتب الأئمة مثل حاشية المصعب على الجلالين، تفسير هود بن محكم، هذه التفاسير علمية أقرب إلى العلمية. تفاسير الإصلاحية من تفسير الشيخ بيضوت، تفسير سماحة الشيخ. الناحية الفقهية مثل تفسير الشيخ الكري، تفسير 400 500 آية، هذا موجود لكن لم أذكره أيضا. يوجد في تفاسير الإباضية طبعا تضمينهم لآرائهم العقدية والفقهية، كما أنهم ينكرون عن غيرهم من المفسرين ولا يختلفون عنه.